آخر إحصائية رسمية وردت من دار الصحة العامة هو وصول الإصابات في هذا العام 2023 إلى 95 إصابة مؤكدة بالحمى النسفية، منها 13 حالة وفاة. المحافظة الأكثر تسجيلاً هي ذي قار ب 28 إصابة، تليها البصرة، ثم ميسان، ثم النجف، ثم المثنى. وأكثر وفيات أيضاً مع الأسف أيضاً في محافظة ذي قار بست حالات وفاة. أكرر، 95 إصابة مؤكدة، منها 13 حالة وفاة لحد الآن، وهذه الإحصائية تخص العام 2023. وزارة الصحة طبعاً أرسلت مئات ربما آلاف رسالة تثقيف والتوعية إلى جميع وسائل الإعلام، وأكدت على دور الكشف المبكر للإصابات. الدور الأساسي في الوقاية ومنع الإصابات هو دور وزارة الزراعة وأيضا الجهات الأمنية والبلدية المعنية بتنظيم نقل الحيوانات والمتاجرة بها، لأن هذا المرض من الأمراض المشتركة التي تنتقل من خلال التماس المباشر بين الإنسان المعرض للإصابة وجلد الحيوان المصاب. إذا اكتشفنا المرض في مرحلة مبكرة فاحتمالية الشفاء عالية جدا جدا، أما إذا تأخر وصل مرحلة النزف فاحتمالية الوفاة تكون عالية جدا من خلال فشل متعدد لأعضاء جسم الإنسان.